بسم الله الرحيم. كده شاشة ظاهرة، كده شاشة ظاهرة. ظاهرة صح؟ طيب بص يا أسامة، دلوقتي احنا عندنا البرمجة بتاعت سكراتش، بس احنا بنشتغل بحاجة زيها بالظبط، يعني كل اللي انت شفته هو هو، لكن احنا بس ايه، بنشتغل على برنامج تاني. ليه بنشتغل على برنامج تاني؟ عشان البرنامج دوت فيه حاجات احنا محتاجين نعرفها مش موجودة في السكراتش، لكن اللي هنشرحه النهاردة هو سكراتش بالظبط، يعني هي نفس الواجهة ونفس كل حاجة، لكن البيك تو بلوكس ده في حاجة اسمها ماشين ليرنينج انفايرمنت، في حاجات خاصة بإزاي نتعلم مع الكمبيوتر ونعلم الكمبيوتر وحاجات كتير قوي. لما نيجي ندخل على ماشين ليرنينج انفايرمنت، تمام، وده هناخدها ان شاء الله مع الدروس اللي جاية، هتلاقي في حاجات خاصة بإيه، بتعلم الآلة، حاجات خاصة يعني بيئة تانية خالص، تمام، هتسهل علينا إن احنا نبرمج مثلا بيت ذكي، نبرمج إنارة، نبرمج مثلا البيت روبوت لو انت عايز تبرمج روبوت. فكل الحاجات دي ان شاء الله ايه هنبدأ فيها، لكن خلينا نبدأ مع بعض. ايه ده مثلا؟ ايه ان انا اديله صورة كبيرة فيها حاجات كتير قوي، هو يبدأ يقول لي دي مثلا اكلات، دي مثلا كذا، دي مثلا كذا. اوبجكت ديتكتيف، يبدأ يشوف العناصر نفسها، ممكن حركة معينة، ممكن الايد، يعني يبدأ يتعرف على شكل الايد ويتعرف على كل حاجة، ممكن يتعرف على الصوت. فده هنبدأ نشوفه ان شاء الله، بس ايه مع الوقت يعني في الدروس اللي جاية. فخلينا نبدأ نراجع مع بعض السكراتش، لان ممكن يكون في حد لسه ما خدش سكراتش. السكراتش دي المساحة اللي بنحط فيها البلوكات، اسحب البلوك واحطه، وده الشخص اللي هيشتغل معانا، وهنا دي الباك جراوند، وهنا الشخصيات، واحدة واحدة مع بعض. اول حاجة خلينا نغير الخلفية، ممكن اقول له ابلود باك جراوند، يعني عندي خلفية على الكمبيوتر وعايز ارفعها، بحيث ايه، يعني ممكن عايزين نعمل قصة مثلا، يعني البرنامج ده ممكن يخلينا نعمل افلام كرتون مثلا، تمام. هختار مثلا الفراشة دي، يبدأ يحطها لي ايه كخلفية، تمام، بالشكل ده. هاجي هنا بلوك، انا عايز البلوك، ولو عايز تبرمج بايثون هتدخل هنا، ماشي، في البايثون اهي. طيب ممكن اقول له لا ده انا عايز رسمة جاهزة، فيبدأ يجيب لي اشكال جاهزة، فاقول له مثلا عايز الشكل دوت. طيب الدب دوت اللي هو كان هناك قطه، ده اللي احنا هنبدا نبرمجه دلوقتي. اول حاجه عايز احطها ايفنت، يعني لما يحصل حدث معين يبدا يعمل ايه، فهقول له ايه انا عايز كنترول، وابدا اختار من ايفنت هقول له انا عايز لما حد يدوس العلامه ديت، ممكن اقول له لما حد يدوس زرار معين، مثلا زرار ايه الاو مثلا، عشان اسامه بحرف الاو، يبقى كده لما دوس حرف الاو يبدا ينفذ الاوامر اللي هتبقى موجوده هنا. لو دوست هنا مفيش حاجه بتحصل، ليه؟ لان هو لسه ما اتبرمجش. فممكن اقول له ايه، اول ما ادوس ابدا يتحرك 10 خطوات، فلما ادوس هيبدا يتحرك 10 خطوات بالشكل دوت. طيب ممكن اقول له اتحرك ولف، فبيبدا يتحرك ويلف، بس تحس ان هما الاتنين في نفس الثانيه، لان الفرق بينهم صغير خالص. فانا ممكن اقول له ايه، انا عايز اتحكم فيه كنترول، واقول له استنى لي ثانية بين دي ودي، فيبدأ يتحرك موف، وبعد كده يقف، وبعد كده يلف بزاوية 15. ممكن اجي من هنا واقول له خلي ده بزاوية ايه 90 بالشكل ده، نرجعه زي الاول. وهنا السايز ممكن اكبره او صغره، ماشي اهو، وهنا مكانه فين، يعني كل ما احركه هنا بيبدأ ايه يتحرك لهنا. طيب انا ممكن استخدم حاجة بقى استكرار، ايه فكرة التكرار؟ تعال نشوف ايه التكرار دوت. اعوذ بالله السميع العليم. هي دي، هو التكرار عبارة عن ايه، ان انا عندي حاجة عايز انفذها كتير، ماشي، فبدل ما اقعد اكررها اكتر من مرة بعمل لها تكرار. ممكن اقول له كرر باستمرار او كرر حتى. طيب خلينا نشوف ايه كرر، ايه كرر دي، كرر لما يكون عندي اوامر كتير هنفذها كذا مره ورا بعض. فهاجي هنا واقول له انا عايزك تكرر لي 10 مرات الامر ده، واحطهم جوه ريبيت، اي حاجه بره ريبيت مش هتتعمل. فلما ادوس هنا يبدا ان هو ايه ينفذ لي الكلام ده 10 مرات، بدل ثانيه دي خليها بوينت 1 مثلا، عشان ايه يتحرك اهو بسرعه، تمام.
طيب ممكن اقول له ايه؟ فور ايفر. فور ايفر دي يعني يفضل يعملها على طول. انا خدت كده كوبي بيست من الكلام ماشي، واوقف، هدوس حرف الاو، يبدا هو ايه ينفذ الامر ويبدا ان هو يتحرك بالشكل دوت. لحد امتى؟ مش 10 مرات، لا، ما لا نهايه، ما مش هيخلص خالص. تمام. طيب ممكن ريبيت انتل، يعني افضل اتحرك لحد ما يحصل حاجه معينه، لحد ما يخبط مثلا في الاخر او اي حاجه. طيب خلينا نيجي هنا ونشوف ايه اللي احنا ممكن نشوفه تاني. ممكن اقول له جو تو راندوم بوزيشن، يعني ايه؟ يعني روح لمكان عشوائي وابدا اتحرك. كل مره ادوس بيبدا من نقطه شكل. وخلينا نلغي ديت، دي راندوم، يعني كل مره هيبدا من مكان عشوائي. او اقول له روح للاكس والواي، يعني سيبك من العشوائيه، كل مره روح للصفر اللي هي نص الشاشه، فكل ما ادوس هيبدا من نقطه الصفر. يبقى احنا كده الموشن دي بنلاقي حاجات فيها حاجه خاصه ايه بالحركه. ممكن اقول له روح لمكان الماوس، يعني ايه؟ اول ما يبدا يشوف الماوس فين ويبدأ من النقطة اللي فيها الماوس، مشاورة الماوس. طيب ممكن مثلا اللوك يخليه هو يبدأ يتكلم ماشي، يبقى هو هيقول كلمة لمدة ثانية وبعد كده يبدأ يطبق اللي احنا قلنا له عليها. طيب ساوند هيعمل صوت، ممكن بقى صوت قطة، صوت دبدوب، زي ما ايه انت عايز تبرمجه. ممكن ريكورد، تسجل حاجة بصوتك وتخليه يقولها. تمام. طيب خلينا نلعب لعبة حلوة، نلغي ده كله ونبدأ نعمل حاجة ايه ظريفة شوية. هنخليه نكتب بالقلم. هاجي هنا في الزرار اللي تحت ده واقول له كل الحاجات دي احنا ايه هنشرحها بالتفصيل، ازاي نعمل ماشين ليرنينج، وازاي نعمل نتعرف على حركه الصوابع، على حركه الايد، على العناصر، كل الحاجات دي. خلينا نبدا بايه؟ بالقلم. خلي بالك في هنا شات جي بي تي، تقدر تربطه بشات جي بي تي وتساله اي سؤال. طيب انا كده حطيت القلم اهوت ماشي. طيب هقول له ايه اول ما تبدا؟ هنفكر فيها مع بعض عشان نكتب الكود صح. معايا اسامه؟ احنا عايزينه يبدا يكتب، فاقول له حط القلم. طيب وعايزه ايه؟ يبدا كل ما يتحرك القلم يكتب معاه، فهقول له event مثلا 10 مرات يبدا يتحرك. تمام. كل ما يتحرك هيبدا يرسم. يتحرك يبقى ايه؟ يبقى انا هقول له move 10 خطوات. تمام. طيب يبقى انا لو قلت له كده بدا القلم هو يكتب اهو، في خط خفيف. طيب انا عايز كل مره الخط ده يتقل شويه، فهقول له ايه؟ change bin size by 1، يبقى كده كل شويه هيكبر الخط بتاعه بالشكل دوت. طيب احنا بنشوف ازاي نفكر ازاي نعمل كود كويس. طيب انا عايزه مش كل مره يبدا من هنا، عايزه كل مره يبدا من نقطه معينه او من نقطه عشوائيه، فهقول له ايه؟ ممكن اقول له خليها random position، او اقول له روح لنقطه معينه، يعني random position يبقى كل مره هيبدا من نقطه شكل. طيب انا عايز اقول له بقى ايه؟ امسح اللي فات، يبقى كل مره هيبدا يمسح اللي فات. طيب راندوم بوزيشن بين داون، وعايز اقول له غير القلم لواحد. ريز اول طيب خلي ده كده وخلي ده مثلا هنا. ممكن من هنا تغير اللون نفسه. تمام. طيب وفي برضه حاجة اسمها ستامب، ستامب يعني يطبع شكل الدبدوب وهو بيمشي. تمام. بس خلي القلم في هنا المفروض اقول له ست بين الواحد، مش شينج بين الواحد، ست، يعني خلي مقاس القلم واحد اهو.
كل مرة بيروح لنقطة عكسية. ماشي يعني. ويبدأ المقاس بواحد وبعد كده يكبر المقاس بتاعي. فكده احنا عملنا برنامج سهل جدا وبسيط نقدر نكتب بيه في قلب القلم. طيب طيب استامب، خلينا نحط استامب كده. استامب المفروض بيطبع معانا بس ممكن يكون هو بيمسح كل حاجة كل ما بيجي يبدأ يرسم يمسح. طيب هي دي فكرة البرمجة، ان احنا بنديله اوامر معينة يبدأ ان هو يشتغل بيها، فلازم نكون محددين اللعبة. طيب عايزين نضيف مثلا شخصية تانية، فممكن اجي هنا واقول له ايه انا عايز اضيف شخصية هنا سربرايس، يعني اضيف لحد كده ايه وخلاص. او ممكن نقول له ايه لا احنا عايزين نختار، فنختار شخصية تبدأ تتكلم مع الدبدوب دوت، وليكن مثلا ده. لو انا عايز الغي الشخصية دي هقول له ايه ديليت. طيب الدبدوب دوت المفروض يكلم الدبدوب ده، ماشي. لو احنا عايزين نعكسه نقدر ان احنا نعمل له ايه فيليب، ممكن ندخل جواه ونقلبه. ممكن نقول له ندخل هنا في الشخصية هنا، لو احنا عايزين نغير في اي حاجة خالص، عايز ترسمه من اول وجديد، عايز تقول له فورورد او فرونت زي ما انت عايز. ممكن ترسمه، خلي بالك هو في شخصيتين بالشخصية يعني في شكلين، عشان تقدر تقول له اقلب من الشكل ده للشكل دوت. تمام، ده الفيل بتاعه، اللون ده، الاسم بتاعه ده، الفيليب لو انت عايز تقلبه يمين شمال فوق تحت زي ما انت عايز. طيب نرجع للبلوك، خلينا نيجي لدوت ونلغي كل ده ونخلي ده يقول كلمة وده يرد عليه. ماشي. طيب الدبدوب دوت انا واحد، خلينا نمسح كل حاجة. طيب الدبدوب الجميل دوت هقول له كنترول بنت. الدبدوب الاول هيتكلم، هيروح قال ايه مثلا، ممكن نخليه يقول اي كلمة كده بصوته ونخليه كأنه هو بيتكلم لمدة ثانيتين هلو، ونيجي هنا عند دوت بس هنغير طبعا الصوت بتاعه. ما عندوش صوت، لازم احنا نسجل له حاجة. ماشي. هلو هاي هاو ار يو، غالبا عشان انا بسجل ما مش هيشغل مايك. طيب خلينا نختار طب شخصية تانية يكون فيها صوت، وليكن قطة مثلا او حيوان. خلينا نكتب له كات مثلا. طيب القطة الحلوة ديت اهي هنحطها هنا. طيب القطة دي عايزين نقلبها، هنيجي عند الدبدوب وناخد منه الشكل دوت ونخليها تقول ميو. بس هما الاتنين لو بدأنا اللعبة هتلاقيهم هما الاتنين بيتكلموا في نفس الوقت، واحنا مش عايزين كده. طب ايه الحل؟ هقول له ايه اعمل لي استنى ثواني كده ويت مثلا ثانيتين. طب نبدأ، يبقى كده انا عملت ايه كلام بين الشخصية دي والشخصية دي. وممكن تخلي الكلام بالعربي عادي، يعني ممكن تيجي هنا وتقول له عامل ايه،
كده احنا خليناها بالمصري تمام. فزي ما انت شايف بقى تيجي تبدأ القصة. تقدر بقى تعمل ايه، حركة بين ده وده، وتخلي ده يتكلم شوية، تخلي ده يتحرك، تخلي ده هو بيتكلم يقرب منه يسلم عليه. طب انا عايزه هو يعمل حركة تمام، فخلينا نقول له لوك واقول له سويتش باك دروب. خلي دي اهي كات ايه وكات بي تمام. طيب انا هنعملها لكم ازاي، هي الفكرة كلها ان هو كات ايه وكات بي لما تدوس هنا هو يبدل من الشخصية دي والشخصية دي ماشي. بس الشخصية دي هنخليها برضو تقلب الناحية دي ماشي. وخلينا اعملها لك ايه فور ايفر، احنا كل مرة ايه بنطور في الحاجة. طيب السويتش ده هنبدل بين القطة ألف والقطة ب. طيب يلا نبدأ. وهكذا. فممكن حتى نخلي الريبيت ده اول هنا قبل ما الويت ده. يبدأ يحرك الشكل ده والشكل دوت بحيث يحصل كأن في حركة كده. بس خلي دي مثلا مرتين مثلا. طيب الموضوع اتمنى يكون واضح. مهندس سامع معايا؟ طيب هل الموضوع واضح ولا نكرره تاني؟ ماشي يا هندسه. هو في حته كده انت يعني شرحناها قبل ما حضرتك تدخل، هنسجلها وابعتها لك ان شاء الله. ماشي يا هندسه. ماشي. لو في اي حاجه مش واضحه قول لي، لو انت في حاجه عايزين نكررها، لو عايز حاجه نركز عليها المره الجايه نركز عليها ان شاء الله. ماشي يا استاذنا. الله يكرمك. ماشي، سلام. السلام عليكم.